جيب لك برضو تعريف القنابل الموقوتة يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي نقول اسامي عشان لا انت براحتك صاحب بيت. عندنا في مركز الظهير الايمن احمد فتحي، محمد هاني، باسم علي. كويس. هيلعب واحد من الثلاثه. تمام. عندنا في مركز الظهير الايسر علي معلول، صبر رحيل، حسين السيد. كويس. هيلعب واحد من الثلاثه. ايه؟ تمام. معجب عندنا. ما انا أهلاوي. عندنا اهلاوي، ما انكرتش ان انا اهلاوي. يعني عند في الاهلي عندهم سته روس حرب: جون انطوي، عماد متعب، عمرو جمال، مروان محسن، الولد الجديد النيجيري اجاي. اجاي في كمان لاعب، في واحد جاي وفي واحد جاي، فسته. ما هو فيكتور اجاي. لا لا، في واحد جاي، في واحد جاي كمان، فسته هيلعب منهم واحد. كويس. ففي على بيدخل يعني لما بيدخل في قائمه الفريق بيدخل اتنين مثلا على الدكه، عندك ثلاثه بره. فين المشكله؟ فين المشكله؟ في ثقافه اللاعب المصري اللي يقدر اللي يقدر يبقى جاهز طول الوقت ويقبل ان يبقى مش يبقى على الدكه كمان، يبقى بره ال 18. يبقى جاهز انه يبقى في اي وقت يدخل الفريق. انت عندك ال 18 بيدخلوا تاني يوم تمرين مستقل، اللي هم الناس اللي ما لعبتش ما بيروحوش الصبح، نصهم ما بيروحوش. فهي دي الفكره في كده، انه هل قائمه ال 30 لاعب، ال 30 لاعب اللي عنده، على الاقل عنده 10 طول الوقت بره حساباته، مش بمزاجه، ده كوره، لانه هيبقى مستقر على 11. ما هو ما فيش، مش هيعمل روتيشن في اول الدوري، مستحيل يعمل روتيشن في اول الدوري. لازم بعد 10 اسابيع 12 اسبوع لما يبدا استقر والفرقه تستقر، ده يعمل روتيشن. والروتيشن بيبقى على الدكه مش على الاساسي، يعني روتيشن بيطلع مثلا هو حاطط احمد فتحي اساسي باك رايت، لا، ونبيل معلول. انا بقول مثلا، لا، احمد فتحي يلعب وسط ملعب، خدها مني. طيب يعني بقى عندك اتنين باك رايت بس. ما هو ده انت كده بتزود ازمه، انت يعني بقى عندك هتنقل احمد فتحي في وسط الملعب، فهتزود انت عندك وسط ملعب، عندك حسام غالي وحسام عاشور واكرم توفيق. كل ده برده كويس، كل اللي انت قلته ده، فين المشكله؟ المشكله في اللعيبه، ان هي مش تبقى الباقي اللي بره، اللي بره الموضوع السيطره عليه. هل هيقدر كابتن حسام يسيطر عليه، ولا هنلاقي بقى احمد الشيخ تاني وصالح جمعه تاني ونفس اللي كان بيحصل السنه اللي فاتت؟ هي دي. لو قدر كابتن حسام يسيطر على ال 30 لاعب، وقدر انه وقت ما يحتاج لاعب من ال 30 هيدخل معاه في الفورمه ويبقى جاهز وبتمرن كويس وهو جوه ال 18 او هو بره ال 18، طبعا هيقدر يحافظ على قوام الفرقه. انت عندك اربع حراس مرمى، فيهم اتنين بره الحسابات على الاقل طول الموسم. مين دول؟ من غير ما اسمي. في واحد هيمشي قال لك، يعني في انت ما فيش منهم مصعد عوض. في واحد يعني هيمشي. يعني في واحد انت عندك القائمه حراس المرمى بيدخل لاعب بيلعب اساسي، واحد على الدكه. صح. وفي اتنين مش هيبقوا موجودين اصلا. مين هيبتدي السنه الجايه؟ اعتقد محمد الشناوي.